خمس اخبار تقريبا بيختصروا كل شيء على الساحة في ال 24 ساعة الأخيرة، واللي غالبا هتلاقيهم منطورين في الصفحات الأولى للجرايد صباح الغد إن شاء الله. أول ثلاث أخبار فيهم متعلقة بسياسة مصر الخارجية والتطورات الميدانية في الوضع الإقليمي الدولي اللي كلنا قلقانين منه الفترة اللي فاتت. خبرين تانيين من جوه مصر وليهم دلالات كتير إنسانية واجتماعية هنشوفها مع بعض، بس أول نبدأ بيه الخبر اللي نشرته لمصر اليوم وعنوانه ملك السعودية للسيسي أنا آسف ومواقع التواصل هذه أخلاق الملوك. الخبر ده طبعا بيعلق على حالة الجدل اللي كانت دايرة، ليه طلع الطيارة ليه منزلش الطيارة. الحقيقة أنه التلفزيون السعودي مساء أمس بس جزء من فيديو للقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. الدقائق الأولى اللي انتشرت بقى شوية كأنها بترد على فكرة واستخدمها الناس في الرد على فكرة ليه طلع الطيارة. في الدقائق دي اللي سبقت المباحثات وفي حضور عدد من المسؤولين وبعد ترحيب جلالة الملك بالرئيس عبد الفتاح السيسي قال له أهلا أهلا فخامة الرئيس، وبعدين اعتذر الملك السعودي للرئيس المصري قائلا أنا آسف على فكرة أنه خلاه يطلع الطيارة، اللي هي انه تعبان، انه صحته، انه ظرف الصحي ما ينفعش، فلهذا السبب صعد الطياره. ثم حصل من الملك على اعتذار على انه دفعه لان يصعد الى متن الطائره. الناس بقى ردت على الاخوان والخناقه بتاعت ليه يطلع وده ضد هيبه مصر وده موقف مصر ودي دوله مصر، ان قالوا اهو دي اخلاق الملوك وتحيتهم، انه قابل الراجل مقابله كويسه واعتذر له. مش هو ده برضو الكلام اللي يهمني، والحقيقة برضو انشغلنا بهذه المعارك الصغيرة والتافهة واللي تفاصيلها مملة بتضيعنا عن حاجات تانية أهم، زي ما مصر كلها دلوقتي مشغولة بمعركة برنامج رمضاني وممثلة كبيرة جدا قاعدين بيردوا على بعض، بدل ما نناقش إزاي وصلنا لهذا المنحدر الأخلاقي قاعدين بنتكلم عادي مين فيهم أحق. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إنه اللقاء خادم الحرمين الشريفين تطرق الجانبين إلى العلاقات الثنائية، صيغة التعاون في الفترة اللي جاية، فكرة العلاقات التاريخية وكيفية تدعمها، وأهم ما تطرق إليه الجانبين في هذا اللقاء هو الدعوة إلى مؤتمر أصدقاء مصر الذي كان قد دعا إليه خادم الحرمين الشريفين لدعم مصر اقتصاديا في المرحلة المقبلة. وقال إنه الرئيس والملك حرصوا على إن هم يعملوا أو يبذلوا في كل ما في جهدهم لإنجاح هذا المؤتمر. من جريدة الوطن خبر تاني نصه بيقول الاتحاد الافريقي يرحب بالرؤساء الجدد المنتخبين خلال قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في دورته 23 والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل بمدينة مالبو عاصمة غينيا. واكد الاتحاد انه هيتم خلال الجلسة الافتتاحية للقمة دي الترحيب رسميا بالرؤساء الجدد المنتخبين، وهم عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس غينيا بيساو خوسي ورئيس مالاوي بيتر مثاريكا. هنا باب افريقيا بتفتح من اول وجديد او بتفتح من جديد، وفكره انه هيتم الامر ده وزياره الرئيس وتقديمه بهذا الشكل معناها ان احنا بنصلح شويه او بنرمم في صوره 30 يونيو. الخبر الثالث من الاهرام ونقلته عن وكاله انباء الشرق الاوسط وبيتكلم عن زياره جون كيري لمصر غدا. جون كيري وزير الخارجيه الامريكيه هيستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح الغد، ووزير الخارجيه سامح شكري قال انه هيتم عقد جلسات مباحثات ثنائيه مع جون كيري، وهيتم عقد مؤتمر صحفي مساء الغد في ختام هذه الزياره علشان يتم شرح التفاصيل. هذه الزيارة هي الأول من نوعها لمسؤول أمريكي بهذا الحجم منذ تنصيب السيسي رئيسا لمصر. الثلاث أخبار اللي فاتوا بيعكسوا قد إيه حالة التطور أو إنه الوضع الدولي لمصر ماشي صحيح، ربما تراه بطيئا، ربما نراه أقل من المتوقع، ولكنه ماشي في سياقه الصح. اللقاء الأول مع الملك عبد الله في إطار، سيبك بقى من الكلام العام اللي طلع إنه العلاقات الثنائية والكلام الجميل ده، لكن لا، ده لقاء لتدشين علاقة ثنائية من طراز جديد بين مصر اللي هو مصر والسعوديه هيتولوا او بيعلنوا ان هم مع بعض من علامتنا هذه الطائره انه احنا هنتولى ترتيب اوراق الشرق الاوسط من جديد. رصعوا بقى كده، شيل بقى تركيا، شيل يا ايران، شيل يا قطر، احنا جايين الكبار جايين يسوقوا العمليه من جديد. اللي عاوز يتفضل يركب معانا، اللي مش عاوز هياخد جنب شويه، لانه مصر مع السعوديه لا تستهين ابدا بحجم هذا التواجد.
الخبر الثاني في اطار اللي هو بتاع افريقيا، في اطار انه بنعيش تاني ونرجع تاني لدايرتنا الافريقيه. ولو حطينا الخبر ده عشان فكره استعاد النفوذ الاقليمي لمصر داخل القاره وربطناه بتطورات اللي بتحصل في القضيه الاثيوبيه، وان بقى فيه خلاص هات وخد مع اثيوبيا بعد فتره من الطناش التام، هترتاح للتحركات المصريه في افريقيا. الخبر الثالث يتحدث عن دائرة العلاقات المصرية الأمريكية المتوترة على مدار الفترة اللي فاتت، واللي واضح أنه الطرف الأمريكي والطرف المصري الاتنين عندهم نفس الرغبة لإزالة هذا الاضطراب، خصوصا في ظل اللي احنا شايفينه بيحصل في العراق وسوريا. وزيارة جون كيري اللي جاية دي المفروض طبقا لما نشرته نيويورك تايمز وبعض الصحف الأمريكية أنها زيارة استطلاعية تمهيدا لزيارة السيسي لواشنطن في إطار القمة الأفريقية الأمريكية المرتقبة إلى مصر. السعودية، أفريقيا، أمريكا، أعتقد أن احنا بنتحرك بشكل كويس. ربنا يكون في عون بقى الرجل الجديد وزير الخارجية سامح شكري، لأنه على طول الأمريكان طلعوا ويكليكس قديمة منشورة من 2011 بتتكلم عن كيف هو رجل عنيد، كيف هو عصبي، إزاي طول الوقت أثناء عمله قبل كده في واشنطن كان واخد نبرة عالية في الخطاب أو التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن اختيار سامح شكري في هذه اللحظة ربما يعكس الرغبة، احنا عاوزين شكل مصر في الدبلوماسية الخارجية بتاعتها تبقى عاملة ازاي؟ هل دبلوماسية ونعومة نبيل فهمي وحكاية الجواز، ولا رصانة وعصبية سامح شكري أو الزخم كده وحماسه واللي بيخلي مصر راس في راس مع أي دولة بتكلم معاها؟ اعتقد الاختيار الثاني هو اللي راح مصر ناحيته الفتره اللي جايه. الخبرين الرابع والخامس حاجه كده دراما انسانيه مدهشه زي اللي احنا بنعيشها كل يوم في حياتنا. تحس ان المجتمع بقى خلاص مقسوم فعلا، وده اللي يحزنك ويوجعك. الخبر بيقول الاعدام ل 183 بينهم بديع وبراءه 496 والمؤبد الاربعه باحداث مركز العدوه. الدائره السابعه بمحكمه جنايات المنيا برئاسه المستشار سعيد يوسف النهاردة السبت أحالت 183 متهم من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان إلى فضيلة المفتي الجمهورية، وحكمت بالسجن المشدد على 4 متهمين وبرأت 496 متهم في أحداث العنف اللي وقعت بمركز العدوى شمال المحافظة منتصف أغسطس الماضي بعد فض اعتصام رابعة واللي كان فيها قائمة اتهامات كتيرة جدا. المحكمة دي كانت بتحاكم 826 من بينهم تم أحالة 683 للمفتي، في النهاية صفصفوا على العدد اللي احنا قلناه 183. اللي هو احنا كصحفيين والصحف والجرايد بقى عندها مشكله ان هي مش عارفه تعد مساله الاعدامات والحاجات والتفاصيل اللي بتحصل. على النقيض وفي نفس الصوره وفي مساله الاعدامات دي هنرجع لكم في اخر الحلقه مع مقال الاستاذ او الدكتور ناجح ابراهيم اللي موصف وصف هايل جدا لمساله هذه الاعدامات، لكن على الجنب الثاني في بكا وفي اعدامات، كان في صوره لافراح وسجود عدد من الاهالي فرحانين بسجود شكرا لله على انه اولادهم واطفالهم اخذوا براءه في احداث العدوى بالمنيا. محيط مجمع محاكم المنيا شهد مظاهرات لاهالي ال 496 متهم اللي المحكمه برئتهم بعد ما كانوا خلاص المفروض يروح المفتي. وفي واحده من الستات اللي كان طول الوقت احنا مستغربين والده الطفل، الطفل ابنها كان محكوم عليه بالاعدام، وبتقول شهاده مهمه جدا عشان نعرف برضو انه لما حد يقول لكم انه الاعتقالات بالجمله والاحكام بالجمله عمرها ما تحقق عدل تبقى فاهم. الست بتقول ان ابنها كان بيروح يتفرج، وان ابنها قبلها بيومين كان متخانق مع امين شرطه، امين الشرطه حط اسمه في الكشوف. اعتقد ان البراءه هنا مش كفايه، واعتقد انه ده بلاغ للنائب العام نحقق في هذا الامر. يعني واحد خلاص كان بينه وبين حبل المشنقه فركه كعب زي ما بيقولوا، فمن حقه ان الدولة تشوف له هل فعلا تم الذج بيه ظلما ولا لا. دي كانت جولتنا في الصحافة المصرية. الصحافة العربية النهاردة برضو كان عندها نفس حالة الاهتمام بموضوع او بزيارة الملك عبد الله، وهتلاقي مثلا صحيفة الرياض
كتبت افتتاحيتها عن هذه الزيارة، وصفتها بأنها تاريخية، وصفتها أنها تأتي في إطار التعاون المشترك وفي إطار إعادة ترتيب الوضع الإقليمي للمنطقة العربية، من الرياض إلى عكاظ نفس العناوين تقريبا ونفس الحفاوة، لكن الأمر اختلف شوية في جريدة الشرق الأوسط اللي أفرادت مساحة أكبر تحت عنوان قمة الطائرة، وقالت فيها أنه القمة السعودية المصرية عقدت في طائرة خادم الحرمين مطار القاهرة، وانه مصر قالت او الرئيس السيسي قال للملك عبد الله انه لن ينسى موافقه الداعمه لمصر، وان وزير الخارجيه المصري قال للشرق الاوسط انه التعاون بين البلدين الان لا سقف له. والشرق الاوسط جايب تصريح للسفير احمد القطان سفير مملكه لدى القاهره، واللي قال فيه ان هذه الزياره تاريخيه لها دلالات وابعاد ورسائل كثيره، اولها التأكيد على الدعم السعودي لمصر، والتأكيد على أنه مصر والسعودية ماشيين في خط واحد فيما تخص أو القضايا التي تخص المنطقة العربية. جريدة الوطن السعودية هي الأخرى قسمت الزيارة إلى مجموعة من العناوين، كان أبرزها أنه السيسي قال الملك أن المصريون لن ينسوا مواقفك، وأنه في خبراء قالوا جريدة الوطن أنه زيارة الملك عبد الله تأكيد أو رسالة للغرب على وحدة الأمن القومي العربي. بعيد بقى عن هذا الموضوع اللي شاغل كل الصحف في الوطن العربي موضوع الزيارة، كان في تقرير مهم على موقع دويتش فيلا ناطق باللغة العربية بعنوان هل تحل الأسلحة المصرية مشكلة العراق؟ متن الخبر بيقول انه رئيس الحكومة العراقية نور المالكي قال في تصريحات للموقع الألماني ان بلده اشترت رشاشات رباعية وأسلحة مقاومة للطائرات من مخازن السلاح في مصر، وقال انه لجأنا لهذا السبب أو لهذا الطريق لأنه الإدارة الأمريكية في تتردد في بيع الأسلحة للعراق لمواجهة داعش، وبيقول أنه هذا الأمر يثير أسئلة كثيرة جدا عن موقف حليف الأمس من الملكي ونظامه. الملكي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تزويد العراق بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأنه هو مندهش من هذا الأمر بعد تصريحات أمريكا عن رغبتها في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط. محتاجين تاني، كلام ده إيه؟ كلام ده صح؟ موقفنا إحنا من اللي بيحصل في العراق إيه؟ لسه ما عندناش موقف واضح، وأعتقد إنه لو سيبنا المساحة لتصريحات الملك وتصريحات الناس تانية هيبقى عندنا مشكلة. في الجارديان والحياة اللندنية تقرير مش عارف اوصفه ازاي الحقيقه. عارف شويه ناس تكلمك عن سياحه علاجيه، وناس تكلمك عن سياحه جنسيه، وناس تكلمك عن سياحه بيئيه، وناس تكلمك عن سياحه الاثار زي عندنا في مصر كده والجو الحلو والحاجه العظمه ده. لكن بقى في التقرير ده في ناس بتكلمك عن حاجه ثانيه خالص، بتكلمك عن سياحه جهاديه، سياحه القتل واللعب بالرشاشات. دلوقتي في مجاهدين انجليز يعني انضموا لداعش وبيبشروا الناس وعاملين اجزاء من فيديوهات اعلانيه يطالبوا الناس ان هم ينضموا. في فيديو شهير جدا ظهر فيه ثلاث رجال يدعون انهم بريطانيون، في الفيديو كان بياخد عنوان لا حياه من دون جهاد. الفيديو ده بيروج لكل الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هي داعش، وبيدعو بشكل مباشر كل الغربيين للانضمام إليهم في الجهاد والمشاركة في الحرب على العراق. الفيديو مدته 13 دقيقة، هنشوف منه معانا كده ورانا شوية حاجات. الناس بتتكلم إنجليزية، بعض العبارات أو بعض الاقتباسات من القرآن بيتم استخدامها، في لقطات من مسيرات لمقاتلي داعش. الفيديو تضمن كل هذه الأشياء، ولكن اول ما تحدث بقى ابو البراء الهندي الراجل ده قال ايه؟ كانه بيعمل اعلان في التلفزيون لسلعه. هل انت على استعداد للتضحيه في سبيل الله بمنصبك الكبير وسيارتك الضخمه وعائلتك؟ الى كل اخواني الذين يعيشون في الغرب، انا اعلم كيف تشعرون. ركزوا بقى في الكلام الحلو ده. لاني كنت اعيش هناك، في قلوبكم تشعرون بالاكتئاب، وعلاج الاكتئاب هو الجهاد. يا جميع اخوتي تعالوا الى الجهاد لتشعروا بالسعاده التي نشعر بها الان. هو ده الناس اللي بتشوفوهم بقى بيض وحلوين واقفين في قلب سوريا بيقتلوا الناس، هو ده، هو راجل مكتئب ما بيعملش حاجه. فيروح فين بقى؟ يروح الحته اللي مش فيها قانون، مفيش فيها اي حاجه في الدنيا عشان يتسلى. ابو مثنى اليمني
رجل آخر في الفيديو اتكلم على أنه نحن مستعدون للقتال في العراق، وأنه الحكومة المحاصرة تطلب من الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية لقمع هذا التمرد، وقال أن احنا شاركنا في معارك في الشام ومستعدون ونستعد للذهاب في غضون أيام قليلة إلى سوريا. بص بقى كلمة إلى العراق عشان نشارك في المعركة ضد الملك. برضو هنا حاجة لطيفة جدا قالك، ولكن نحن نتحرك بسهولة جدا وسننتقل من سوريا إلى العراق ثم لبنان والأردن وقريبا إلى مصر. الدنيا بسيطة يعني بالنسبة له. عايزين تفهموا بقى ايه اللي يخلي شويه عيال شباب انجليز كده يسيبوا هذا المجتمع المرفه ويجوا يحاربوا في العراق وفي سوريا. الله يرحمه الكاتب والمحلل حسام تمام كان عنده تحليل رصين كده فيما يخص الكلام عن الحركات الاسلاميه. كان عنده وجهه نظر بتقول انه الأوروبيين اللي بينضموا للحركات الجهادية دول مجرد جزء من ظاهرة اسمها التحول، وأشار فيه لأنه مسلمي الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين المسلمين لأوروبا اللي حاسين بعدم قدرة على الاندماج مع هذا المجتمع وبيعانوا من أزمات وجدانية ونفسية، هم المسلمين الأوروبيون الجدد بسبب طبيعة المجتمع الغربي الميكانيكية والآلية والجافة. هتخلي كل واحد يقول لك أنا مسلم بريطاني اسم ستيفن وقررت انزل اشتغل في مصر واروح محافظه هنا علشان ايه؟ علشان هو عاوز يروح في حياه بدائيه او بيئه بدائيه غير مركبه يشعر فيها بشعور المسلمين الاوائل اللي الاخوه لما يجي يتكلموا عن الاسلام طول الوقت بيتكلموا عليه كأن الاسلام واقف عند النقطه دي. فهذا الشاب اللي بيحصل له احباط او عنده ازمه عقائديه بيلاقي حلها في انه ينزل بقى يجاهد في دولة بدائية صحراء بقى وجمال وبقى غير الكلام ده كله. في 2009 لو تفتكروا القوات المصرية ألقت القبض على عدد من الألمان دخلوا إلى القاهرة وقطعوا جوازاتهم وقالوا إن الجوازات دي حرام شرعا وإن إحنا مش عاوزين نعيش تحت مظلة نظام كافر. تخيل أنت ناس ألمان الناس واقفة على السفارات هنا طبيعي عاوزين يهاجروا وهم جايين لأن قناعتهم إن هو عاوز يلعب. وده يفسر الكلام الأخ اللي جه في الفيديو، لو أنت مكتئب تعال عشان نتبسط مع بعض. وفي فيديو تاني لواحد برضو بيتكلم عليه انه انا هنا اسير بالسلاح بحريتي اعمل اللي انا عاوزه. فاحنا قدام ازمه، قدام ناس بتدعو او تدعوك انك تعالوا هنا الوطن العربي مفتوح، تعالوا امسكوا السلاح وتسلوا. الموضوع مش عقائدي خالص، بعيد شويه، الموضوع فيه جزء نفسي. اعتقد ان حسام تمام اوفى تحليله فيما يخص الكلام عن الجيل الثاني والثالث لأبناء المسلمين في أوروبا. بسرعة كده المقال اللي اخترناه النهاردة كان مقال للقيادي الجهادي السابق ناجح إبراهيم، وأعتقد أن المقال ده أدعوكم أنكم تقروه حرف حرف وكلمة كلمة. أنا أختار لكم منه بعض المقاطع لأنه بيتكلم عن فكرة الإعدامات. هو عامل عنوان أين العقل في هذه الإعدامات بالجملة، وبيقول أقرأ بدهشة كبيرة أحكام الأعدام التي تتوالى وتتراكم على قادة الإخوان وغيرهم من الإسلاميين دون تمييز بينما من يمكن أن يكون بريئا زي الولد اللي احنا شفناه اللي كان رايح عند الإعدام ده وطلع، وبين من يستطيع قطع الطرق أو إسالة الدم أو إشاعة الفوضى. وقال قد تختلف مثلا مع دكتور محمد عبد المقصود في خطابه وفتواه، احنا طبعا بنختلف وشايفين ان هو راجل محرض الى اخر مدى، ولكن تندهش حينما ترسل اوراقه الى المفتي للتصديق على اعدامه بتهمه قطع الطريق في اشتباكات عنيفه وهو يعاني من شان الاطفال. هو ده بقى اللي يجننك، يعني اتهم محمد عبد المقصود بانه محرض وصاحب فتاوى وقاتله واعدمه على هذا الاساس، لكن ما تضحكش عليه وتضحك على الناس وتقول له اصله كان ماشي في الشارع وعنده شان الاطفال بيقطع الطريق. هو ده الخط الفاصل اللي بيخلي الناس تصدق الحكم او التعامل معاه على انه طبيعي ومن حق المجتمع وبين تخلي الناس خايفه وقلقانه. الدكتور ناجح ابراهيم بيقول ان اوراق دكتور بديع، حاله اوراق دكتور بديع المفتي كانت غريبه بالنسبه له، مش مقبوله يعني، لانه نظام مبارك بكل جبروته عاش طول الفتره اللي فاتت لا يمس ابدا المرشد، وكان بيتعاملوا مع المرشد الاخوان على انه خط احمر، وده افاد الدوله في المقابل. هو بياكد هنا فكره الصفقات اللي طول الوقت كانت بين الاخوان والنظام، عشان بس ايه نبقى على نور كده، انتوا عشتوا زي مبارك بالصفقات لا شيء ولا حاجه اقل. وبعدين ضرب مثال وقال لماذا لا نستطيع ان نقلد السياسيين السودانيين في صراعاتهم، ان هم طول الوقت بأشد الصراعات ما بقاش في اعدامات ولا سجن لاوقات طويله جدا، وانه هذه الصراعات بتنتهي بانه في سنه سجن او سنتين سجن. انا اعتقد هنا القياس محتاج شويه تدقيق.
عند الدكتور ناجح ابراهيم. لكن الاهم في كل الكلام ده ان هو قال: لقد خلصت من حياتي كلها الى ان الدوله التي تكثر فيها الاحكام والاعدام يقل فيها العدل والانصاف، وان الدوله التي تعامل بعض مواطنيها على انهم مجرمون حتى يثبت العكس، هذه الدوله تحتاج الى مراجعه ملف العداله فيها. صح، هو ده اللي بيخوف الناس دلوقتي. وبعدين ضرب نموذج اروع، قال لك لما جبت واحد زي سيد قطب واعدمتوه، خلتوه مقدس، اديتوه قداسه، يجي اي حد يراجع افكار سيد قطب دلوقتي يقول لك لا لا لا، لقد راح ضحيه افكاره، ما تقربش يا اخي، من انت حتى تفعل ذلك وتقترب، الكلام ده للاسلاميين تحديدا، وتقترب من مقام الامام او المفكر الشهيد سيد قطب، فبالتالي بتقفل عليه. لكن لما تسيبه خلاص هتلاقي افكاره محل للنقاش. المبالغه في كل شيء ممجوجه ومستهجنه زي ما بيقول الدكتور ناجح ابراهيم، فما بالنا في الاعدامات والسجن. يا قوم كل شيء بالعقل حتى الاعدامات. وانا بضم صوتي لصوت الدكتور ناجح ابراهيم، كل شيء بالعقل حتى لو كنا بنتكلم على اعدامات، ببساطه علشان تضمن حق هذا المجتمع، ببساطه علشان تضمن ثقه هذا المجتمع. الفترة اللي فاتت أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن لا سلطة تستطيع بناء وطن إلا إذا كانت تحظى بدعم وثقة الشارع. واللي بيحصل دلوقتي أعتقد ممكن يأثر كتير أوي. بكرة نشوفكم إن شاء الله في جولة إخبارية جديدة، نتمنى نكون فيها أخبار أكتر تساعدنا على المستوى المحلي والمستوى الدولي. نشوفكم بكرة إن شاء الله.